عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيدكم مبروك مرة أخرى. الحمد لله إن شاء الله عديتوا وقت مع وليداتكم ومع عائلاتكم إن شاء الله. واليوم وقت الزيارة، احنا عنا الحق نهار كامل نهار العيد. اليوم تعب 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 ما نقولكمش، ماني قلت لكم وتعرفوا خص العيد أنا ونور الدين. فكملنا تقريبا مع العصر، كملت لين حطينا في الساشيات وكل وخبيناهم. الحق العصبان باش نهزوا غدوه لدارنا ان شاء الله باش يعاونوني عليها دارنا. والله نور الدين قال لي نخدموا مع بعضنا، لكن ليه انا احسن خلي يرتاح. اليوم تعب برشا معايا، فقلت ليه خلي نعملها غادي في دارنا. البنات قاعدين ما عندهم ما يعملوا، على الاقل في الليل في السهريه كل واحد شوي شويه نجم نقدوه مع بعضنا. باهي، والقديد بتاعي زاد باش نهزوا غدوه لدارنا باذن الله مرت خويا باش تقد تعاوني فيه. وخاطر انا عندي الغبره، ما تعرفي عندي المرمه ما حبتش تكمل ونخاف ننشرها الرمل اللي يجي، اي حاجه اي حاجه غبره اي وقت معناها تجي. وزيد عندنا غاديك في سليمان برشا البلاصه المسكفيه اختارت سيطلوا حتى فوق. كي تبدا عندي حاجه مثلا ماكلت سيريز نبدا نعس عليها، ولا ندخلها للداخل تاكلها لداخل. تو ولات ديما لداخل سيريز ماكلتها، خاطر ياكلوها لها يهبط قطوس وياكلها ما كنا نلقاها صحفة فارغة ومستحيل هي تاكلها. ولينا ديما لداخل، هي تخليه لها الباب صغير هكا فتحة صغيرة تخرج منها تلعب مع الدجاج تلعب مع فلحشيش تعمل البوب نتاعها وترجع. اليوم تعرفش عملت لها الحمى والله العظيم موكلته لها راه خاطر يابس عليها، معناها ما نتنجموش صغيرة. وليت عملت كيما نعملوا للصغار نمضغوا، كيما نمضغوا لأولادنا وقت احنا كنا بيبيات كانوا بيبيات صغيرين نمضغ لها. مضغت لها بالكدا الحم في عاد نهرس ونقعد نلوج وما عنديش مهريس، مضغت هولا عادي كيما وليداتي. يعني ما تقولوش تمرض، هي ما تمرضش بقدرة ربي، خاطر احنا كنا نعملوا فيها الطريقة هذه حتى ولو مش صحيحة كنا نعملوا فيها لأولادنا وصغار باش ياكلوا اللحم وكل. على كل حال أنا مضغت لها اللحم وعطيته لها مع المقرونة ما شاء الله عليها كليت. ولو أنا مستغربة الطعم هذا جديد، اللحم ناي ما درتش بيه جملة تشم وتدور بحذانا، لكن مش ما عملتش ما عطاتوش قيمة برشا. المهم لبس عليها سيريز لازم نتكلم عليها هذيك. احنا اليوم مازلنا في عشية العيد، وتعرفوا عشية العيد اللي كمل ابراهيم كملنا ماخر، لكن عندنا زيارة لازم نعملوها هذيك خالة نور الدين. بقاولوا زوز خالات هو ربي فضلهم، الاخرين كل توفيوا الله يرحمها ام وخالات وكل توفيوا، بقاو زوز. هذه واحدة ان شاء الله ربي يطول عمرها هي اللي اصغر قريبة لنا لهنا، والثانية غادي في المحمدية. اما اليوم ماشيين هنا الحمام نلف باش نمشيو نطلع عليها بطبيعة الحال ونعديو سهرية بحذايا شوية. توا تقريبا حسيلو ستة ونص توا، شوف وقتاش كملت. والعيادة بالتليفون عيط، عيدوا عليا دارنا وعيط عليهم، عيطت علي سلفتي ان شاء الله انا غدوة باش نمشي نعيد عليهم قبل ما نتعدل دارنا. يهبطني نور الدين نعيد عليهم نقعد شوية شوية، مانيش قاعدة برشا باش نمشي نطلع لبنات مفيد الله يرحمها، وبعد نتعدى للبنات الاخرين. وبعد نور الدين يكون مروحش من حمديه مازال في الكهرباء نعيط له يروح بيا. ذاك علاش انا تعب نتاع اليوم، معناها ما نجمش نمشي على الساقيه، متعوده من دار سلفتي لدارنا نمشي على الساقيه. المره هذه باش هو يبدا في المحمديه بطبيعته باش نكلمه يجي يهزني لدارنا يوصلني قبل ما يروح لسليمان. حسيلو هذا هو اليوم حسب الفيديو نتاعنا اليوم. قلت له صورونا، هاني صورت خرجتي هذيا. طبعا افطرنا احنا وكل ما صورتش، خاطر الحقيقه عملنا اللحم مشوي الصباح شفتوه وصلت مشويه، والله لعدنا باك اللحم اللي فرعسناه وتخبيط ودوار وكل ما لقيناش نفس باش واحد يعاود يطيب وياكل، حتى اللحم قعد نتاع المشوي زاده. ولا قصنا نور الدين شويه دلاع، كلينا شويه دلاع كهو وماشي مش نسهروا عند مش نسهروا برشا ما مش نسهروا سي. ها هو سي نور الدين تقولي لهم كلمه. توا نسوق، توا انا نسوق ما نجمش نقول حتى كلمه وانا نسوق. مش لازم تخزر لها باش تكلم بعينيك. عيد عيد توا ما حتى واحد. عيد عيد ما تكلم حتى واحد. عيد 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 متغشش. عيد لا مش متغشش، زعما عيد العيد يفرح الواحد يسلم على الناس. نسوق في الكهرباء والسياقه مش باهي صحتها. ليه الصحه اليوم ما فماش برشا ناس. يا 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 يفدك معاكم. انتم بخير ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله عديتوا العيد وانتم
فرحانين. دي عبادة واحد يقوم بها، سنة من السنن. إذا كان واحد عنده يلزم يضحي ولا ما عندوش، ضحى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويبدأ فرحان حتى هو زاد. يعني لو جاء المسلمين، يعني لو جاء المسلمين يد واحدة ما كانش حتى واحد يبات بليش ولا يبات بلا على البليش علوش ولا، لأن الدولة البلاد فيها خيرات كبيرة. هاي الناس تحن على بعضها، اللي يذبح اللي يذبح. لا ما نقولوش الناس ما يعطيك وبعد تالي إيه. لا نحن نحبوا واحد ياخذ بكرامة، ياخذ بعزة، ياخذ حقه، مش ياخذ من عند واحد صدقة. لا ياخذ حقه. علاش ياخذ في صدقة؟ ياخذ حقه. ربي يحن القلوب ان شاء الله. حق موجود ولكن الله غالب. حسيلوا تفرهدوا انتم على رواحكم، زوروا ناسكم. صلة الرحم هذه نوصيوا عليها، اللي يقدر اللي تسمعوا به ما ذبحش، هزولوا شوية من مش شوية، معناها ما يملى عينك، تهزها هذيك صدقة لله. واللي يذبحها وكا تمشي تزوروه ولا بالتليفون ولا، وما احلاه زيارة حتى انت تتفرد شوية. مبروك 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 للناجحين مرة أخرى. الناس عندهم عيدين، عيد الإضحى وعيد الناجحين، البنات والأولاد. ويا ربي يا ربي يرتاحوا كنترول كيما شعيب ولد خويا، إن شاء الله يا ربي يوفقهم ويجيبوها الأولاد يجيبوها. وشنو الآخر؟ والنسبة للناس اللي الأولاد والبنات اللي ما نجحوش، إن شاء الله نقول لهم جود لاك، وإن شاء الله الحظ سعيد مرة أخرى وتجيبوها. مازالت مدام لاباس، الصحة لاباس والمخ لاباس، تجيبوها بقدرة ربي. هاي خلينا نمشي وندخلوا الجماعة، وصلنا للدار. زاو هاي هانا جينا، هاي لهنا نردينا. اكل عطر شي ما تنساهش النعناع. هاي هانا جايين. ديرك دخلت تعبانه، تعب خاطر تعب نهار كامل اليوم. معناها ما ثماش، لا لا انت ما ثمو، ما تعرفي ذبح وحده وانا نشد له، صلخ وحده وانا نشد له، قص كل شيء. طلعنا العلوش، هبطنا العلوش، ربطنا في الحبال. يا بيتي اعمال عملناها اليوم. هكا والله خير، والله خير وقت قريب العصر باش كملنا وارتحنا. الحمد لله الحمد لله. كان العصبان الحق من الدواره ما قديتهاش، غسلتها ورجلتها، وغدو باش نهزها معايا لدارنا نقدوها بقدره ربي. غاديه يعاونوني البنات عليها، هي والقديد. قديد زاد. او خويتي تعب مال. والله هو تبارك الله جاب به طيح لي برشا قديد، قلت خليني نقدو نعملو خير. هاي البنات، هاي السلام عليكم، عيدكم مبروك لاولاد الكل. عليك. هاي يا سيدي جبتك، عيدك مبروك. اش تعمل انت تشوي زاد معاهم تشوشت؟ هاي صحة، يعطيك الصحة. شوفوا الاولاد بارك الله ربي فضلهم وربي نجحهم. قديش يعاونوا في الامهات والنساء اللي ما عندها شكون يعاونها. والله حتى اللي عندها شكون يعاونها ماذا بيا ترتاح من تشوشت الروس. هاكا الاولاد هنا عاملين ذا بيبيست غاز لهنا، ربي يفرحهم وينجحهم ان شاء الله ويحميهم. ها بالشاليمون، هاي شاليمو اسمه، شاليمو هكا اسمه شاليمو. هاي وتو باش الغازو فيه باش تبدلوا هكا، وتو بيه هكا ما هكا تو يخلصكم ولا هكاك؟ لا مريقل يخلص. مريقل لاباس. ونساء كي تجيك تبدا فرحان تقول لك يرحم والديك وربي ينجحك، ولا تبدا شبيك تخلص فيها ياسر وبرشا و... لا لا راضينا وانت راضي. هذاك هو شو اسمك انت يا ادم؟ تقرا ما هو؟ اي نقرا. فين السنه؟ تعديت التروازيم. ما شاء الله ربي ينجحك وليدي، ربي ينجحك ان شاء الله، ربي يوفقكم وربي ينجحك. حجام يوسف، حجام يوسف، هذه أم سعادة. هذه خالت نور الدين كنت عندها. هاي يعيشك هانا، قدكم كل عام وانتم بخير، عيدكم مبروك الناس الكل. شوف الناس قد تحب. هاي وانت عاد شنو اسمك؟ انا محمد. محمد شنو تقرا زيدا؟ شنو راسك؟ العام جاي باك ما شاء الله. ان شاء الله ربي ينجحكم وان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب. وربي هذا سبحان خير، عايش وليدي ربي يوفقك ان شاء الله.
كامل اللي يقلنا الحي تحتك مازال هذو ما عملتوهمش. وليدي بالقايل من الصباح ربي يقول من الصباح وانت تستنى يا وليدي ربي ان شاء الله يعينكم ان شاء الله ونصحكم ان شاء الله يا ربي. هاو برافو عليك يوسف ربي ما تصرفي انت تصور لي صور كل لي في اليوتيوب هاي اي والله الكل حتى هذوما جماعة مواطنين بالخارج يحبوا انا في كندا عملت انا في تونس يحبوا انا نصور من اجواء تونسية فهمت وهذه ما احلاش من هذا ما يسالش ما شاء الله ما شاء الله عليك اي ربي يفضلهم كاع الناس مزال تجيب ربي يفضلهم ريوس سميح وقت بلا وصلنا ما يعني ما يمشي ليش اسمع تقول انت تعرفش تعمل او ماشي لا تمشي ربي يعينهم الله يسخنك برشا مشيت ربي يعينهم والله ربي يعينهم الاولاد راهو اجركم اكثر من اللي تعملوا فيه والله بالحق عند ربي اجر كبير برافو عليكم والله برافو ربي ينجحكم المهم القرايه هكا ولا لا هاي تصبح على خير باي باي هاي باي باي اسمع كنت نحكي انا وخالتي زهو قالت لي على كل الفرث نتاع 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 العلوش قالت لي حطيه في الجنينه احفري احفري التربه وخالتي مع التربه راهو سماد باهي برشا انا نعرفه مشكل خفت من ذبانه البارح جبنا شويه تربه من شو اسمها من الثانيه ماهيش برشا ما كفتنيش شويه بالكل جابها نور الدين وين السنة في الدار جنينة كلها مزروعة مثل ما هوش تراب كان تريب الكل تراب معناها صافي تيك هوما وهذه أجواء اللي تحبوا عليها برشا توينسا اللي يموت خاصة المواطنين في الخارج ربي يفضلهم وربي يرد غربتهم على خير إن شاء الله حاجة بسيطة خليكم تعيشوا معنا الأجواء نحاول فيه بشمشي معاي يا اخي دوي هكا قلت لنا وليت نعمل عربي ليه عاد مو هما عندي ورقه نتاع مش دوايا محمد السبيطارات وطب بلاش اذا كان انا ما نجيش مثلا ونبقى في تونس نحوهم لي الاوراق هذوكم على هذيك جيت وانا تهبل الدنيا ما شاء الله تبارك الله عليهم على كل الوليدات يا نور الدين اعمل عليهم طله تعرفك الوليدات تعمل عليهم طله مساكن وكلهم ناجحين وكلهم يقراوا اللي تشوفيه تشجعهم برا وقف لهم شجعهم شوي ناجحين لو واحد منهم العام جاي باك وبخلاف الماء هكا هو ربي معاهم هاي